ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل عشان نجدد الترحيب بالأستاذ محمد عاطف المحامي بالنقد. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك حبيبي. شكرا. والأستاذة ريهام اللي مشرفانا. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. شرفتونا ونورتونا. طبعا زي ما وعدناكم أعزائي المشاهدين بأن خطوة دايما معاك خطوة بخطوة. خطوة دايما بيحط رجلك على الطريق الصحيح. فطبعا كلنا دلوقتي الموجود على الساحة هي الانتخابات البرلمانية وبتشغل بال كل الناس كتير قوي، بيبقى مش عارف ينتخب مين ويدور ازاي ويشوف مين، وكتير قوي بيبقى مش عارف ازاي يخش اصلا ينتخب. وفي ناس كتير قوي بتحلم بالصورة اللي بتشوف عليها بلدها. فكل ده هنناقشه في الوقت الحالي مع حضراتكم، ونبدأ مع أستاذ محمد المحامي بالنقد. شرفتنا يا فندم. فرصة سعيدة الله يخليك. أنا شرفينا والله. ونورتنا طبعا. لا ده نور حضرتك يعني مغطي على الدنيا كلها. ربنا يبارك لك يا فندم. أنا سعيد بحضرتك. طبعا حضرتك تابع لدائرة أوسيم والوراق. طبعا إن شاء الله. وحضرتك طبعا أدرى بمشاكلها، ولكن احنا هنتفرد الآن أو السؤال مع حضرتك عن الانتخابات، لأن هو اللي حاليا موجودة على الساحة وتشغل بال كل مواطن مصري. تمام. فعايزين نسأل حضرتك كتير قوي، ببقى كتير أو جات لنا رسائل كتير، ازاي انتخب او ازاي يكون صوتي صح وانا بصوت في الانتخابات؟ اولا الموضوع دوت طبعا في ناس كتير جدا بتقع فيه في اخطاء، بس يعني بسيطه جدا، انه ممكن المواطن او الشخص بيبقى داخل عشان متخيل ان هو هيدي لعضو واحد بس، ومطلوب منه ان هو يعني مثلا يصوت لاكتر من شخص. يعني تمام، هي الدائره عند حضرتك؟ عندنا في الدائره ثلاث مقاعد وقايمه. تمام. فالمفترض النهارده ان المواطن يبقى عارف قبل ما يخش طبعا انه هيصوت لثلاث مقاعد، هيدي في القايمه بتاعه الفردي المستقل ثلاثة فردي، وهيدي في القايمه الواحده القايمه واحده بس. طبعا ناس كتير جدا بتقع في الخطا دوت، ان هو ممكن وهو داخل بيبقى مثلا عارف ان فلان ده بيخدمه او فلان ده شخص كويس او هو بيحسبه على خير او الكلام ده كله، فبيبقى داخل مثلا هيدي لشخص واحد بس. لا ده غلط طبعا. عايزين نفهم الناس ونقول لهم انتوا داخلين على حته المفروض عشان صوتك ما يبقاش باطل او ما تقعش في الغلط دوت، تبقى عارف الاول الدائره بتاعتك بتشغل كم مقعد في البرلمان، محتاج تصوت لكم واحد، محتاج تدي لمين بالظبط. طبعا اختيارك طبعا للعضو طبعا او المرشح اللي انت نفسك تحلم بيه لازم يكون اختيار صحيح، مش اختيار على الاس اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده وقلنا جماعه بتوع الشرط والكلام الفاضي اللي احنا اتكلمنا فيه دوت بس. فطبعا لازم يكون في وعي من المواطن، وعي عند المواطن انه كيفيه اختياره وكيفيه معرفته لعدد المقاعد المطلوبه منه. يعني لو انت مطلوب منك ثلاث مقاعد هتصوت لثلاث مقاعد، ما تصوتش الاثنين او الاربعه، لا هو ثلاثه بس، المفروض منك ثلاثه بس في الوراق واوسيم. في دوائر تانية مقاعدين وفي دوائر تانية أربعة طبعا. هنخلينا في دائرة وراق وسيم، لا خلينا احنا بنتكلم في ثلاث مقاعد، هتعلم على ثلاث أشخاص أنت مطلوب ومرجو إنك عشان يكون صوتك صحيح وسليم لازم تتعلم على ثلاث مقاعد بس. وقايمة. والقايمة طبعا أنت عندك القايمة، قايمة نداء مصر وقايمة من أجل الوطن، طبعا أيهما أفضل ليك طبعا تقدر تتعلم عليها. تمام. وطبعا عشان يكون صوته صحيح ما يقلش عن كده وما يزودش عن كده، هو ثلاث مقاعد فردي وقايمة. تمام. ومعانا استاذتنا طبعا الاستاذه ريهام. اهلا وسهلا. احد مواطني دائره اوسيم والوراق. طبعا حضرتك بتحلمي بان اكيد طبعا شايفه المشاكل اللي الدائره بتاعت حضرتك أيوة. فيها، فعايز اعرف تصور حضرتك او ايه رؤيه حضرتك او الصوره اللي بتحلمي بيها بان تشوفي بلدك عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا بشكر حضرتك وبشكر استاذ محمد
ان اتيحت لي الفرصه من خلالكم اني انا ابقى متواجده في المكان ده، عشان في اسئله كتير عايزين نفهمها للناس الغلابه اللي هم ما عندهمش ثقافه، وفي برضو ناس مثقفين برضو بتغيب عنهم حاجات كتير. برحب الاول بالاستاذ محمد عاطف، ونفسي بس افهم حاجه او افهم المشاهدين حاجه، ايه الفرق بين سياده النائب رجل الاعمال دكتور مهندس تاجر بابا وماما سابوا له مثلا ورث، وايه الفرق بينه وبين سياده النائب محامي حر محترم؟ تمام استاذه ريهام، طبعا وجهه نظر حضرتك اتقالت، فالسؤال هنوجهه طبعا للاستاذ محمد، هيتكلم طبعا في دور المواصفات اللي لابد ان هي تتوافر في النائب نفسه، وازاي افرق انا المواطن ما بين نائب الخدمات ونائب المال او نائب المال السياسي والدعاية. بدايه طبعا احنا اتكلمنا في القصه دي كتير، والحلقه اللي فاتت قلنا فيها وكان المال السياسي ودوره اللي بيلعب في الشارع وبيلعب في رغبه المواطنين، وبيلعب دور كبير جدا يعني في حياتنا كلنا والله. يعني انا اقول مثلا النهارده انا بحلم ونفسي الحلم ده يتحقق، وان شاء الله اكون انا اول حد اقدر اعمله، وده حلمي انا، حلم محمد عاطف البسيط، اني اكون نائب او اكون عضو مجلس شعب عن الدايرة. مش قاعد في البرج العاجي بتاعي وبس، لا 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 خالص اطلاقا، انا بحلم بعضو مجلس شعب من طراز كان موجود. كان عندنا امثال كتير جدا طبعا، انا في كل مؤتمر وفي كل مكان بروحه بذكرها، بقول فيه يا جماعة النهاردة لكل الناس المرشحين لمجلس شعب، عندنا امثال يا جماعة قعدت 30 سنة في مجلس شعب ما عادتش بفلوسها، قعدت بخدماتها، قعدت بانه كان عضو مجلس شعب متواجد فعلا بين الناس، كان الصغير قبل الكبير كان موجود له، كان بينزل له، ما كانش عضو برلماني لنفسه او لمصالحه او لهوائه الشخصيه، لا لا والله انا نفسي بجد وبحلم بالعضو دوت، واكون انا ان شاء الله اللي حقق ده بامر الله، نفسي اكون ابسط واحد موجود في الدايره. احنا بنتكلم حضرتك، انا بقول لحضرتك ايه الفرق بين النائب المحامي الحر الفاهم القوانين ممكن وبين النائب اللي من العادي هي عايزة تفرق ما بين تاجر رجل اعمال قاعد في، يعني من وجهه نظر حضرتك المحامي يفيد المواطن بايه؟ مش كل برضو، مش هقول برضو كل المحامين، مش هقول كل المحامين النهارده اللي جايين برضو اصحاب رؤيه، لا في ناس داخله برضو دعايه. ما حضرتك حط تحت محامي حر يا فندم فاهم. ثواني هقول لحضرتك على حاجه، هو اصلا هو دور البرلماني الاساسي هو التشريع، هو التشريع ومراقبه الحكومه، تمام؟ فالمحامي هيشرع في المجال اللي يخصه، انا عايز افهم المواطن العادي هيشرع في المجال اللي يخصه، ليه لما يجي يختار محامي يختاره بناء على ايه؟ السؤال 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 اني افضل المحامي ولا رجل اعمال؟ مش المحامي ولا المحامي، هقول لك لا المحامي لا طبعا مش كده خالص. ثواني يا استاذ محمد، هو السؤال مش طبعا مش كده، السؤال مش كده، لان حضرتك اكيد طبعا عارفه ان كله المهمه الاولانيه للبرلماني هو التشريع. ايوه ما انا فاهم، تمام. فانا لما اجي اتكلم مثلا ما اقولوش ايه الفرق ما بين المحامي والدكتور، لا لا لان بالنسبه لي انا عارفه، لكن في ناس غلابه اللي بينضم ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، مش عارفين يعني ايه غير ال 50 جنيه اللي بنديها لهم، فاحنا عايزين نوعيهم ان لما يبقى في محامي في البرلمان هيعرف يوافق على قوانين تفيد المواطن الغلبان، هو وهيعرف يرفض القوانين اللي هيتصدى. المساله حضرتك ثواني بس، المساله حضرتك مش مساله انه محامي او دكتور او مهندس، هي المساله كلها بان هو يكون عنده الكفاءه يقدر يؤدي في مجاله دوره طبعا. لازم ايوه المحامي ده ايا كان هو دكتور ايا كان لا لا مهندس لا هو القانون شخصيه، احنا خلينا دلوقتي بنتكلم لا انا مش قصدي معالم شخصيه، انا قصدي دلوقتي اللي موجود محمد بيه الموجود دلوقتي على الساحه، معظم اللي موجودين دلوقتي رجال مال، تمام، رجال سلطه
طالبين سلطه لحمايه المال، او طالبين مال، او طالبين الشهره لحمايه المال، او عشان يذيع صوتهم اكتر ويشتغلوا اكتر وتبقى دي اكتر دي حياتهم. لا، احنا النهارده عايزين حد موجود فعلا قانوني زي ما حضرتك قلتي، اللي هو تشريعي يعني ورقابي، يكون فعلا قادر يراقب الحكومه. انا بتكلم في كده. ويكون هينتج منهم، انا بقول دايما ان يولد من رحم، يولد من رحم التشريعي والرقابي الخدم. اكيد. لانه النهارده لو قدر يراقب الحكومه صح، عضو قوي، عضو برلماني يعني كويس، عضو برلمان النهارده ما بيخافش، راجل قانون فاهم، ومش بتحيز رجال القانون لان انا راجل قانون، لا، انا بقول النهارده ان 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 دور البرلماني بعد ما يراقب الحكومه كويس، وبعد ما يقدر يقول القانون ده صح والقانون ده في مصلحه المواطن العادي، هيولد من هذا الرحم الخدمه اللي مرجوه النهارده للمواطن او اللي هل التشريعات دي هل التشريعات دي يا استاذ محمد بتبقى مع احترامي في مجال القانون فقط؟ يعني لا، يعني مثلا في كل المجالات حضرتك، في كل المجالات، في الاقتصاد. انا بس لذلك احنا بنتكلم، لذلك انا كان قصدي ايه، لما بينضم مثلا دكتور او مهندس او محامي ايا كان هو وظيفته ايه، تمام، بس انا بتكلم على كفاءته في انه يقدر يشرع قانون ماشي يخدم مجاله ويخدم اهل دايرته. تمام تمام، لان احنا كتير قوي التشريع ما بقاش دايره بس، ده بيبقى عامل الجمهوريه للدوله. انا بس كلها. انا نفسي تمام. بس اقول كلمه، الدوره اللي فاتت طبعا الساده النواب عن دايره اوسيم والورق، وانا بتكلم بخص الدايره لان انا منها، سن قانون التصالح. طبعا كان في ساده محترمين نواب اعضاء مجلس وافقوا عن قانون التصالح بناء عن ايه؟ هم لو كانوا ناس بتفهم قانون وبتعرف يعني ايه مواطن غلبان الاربع حيطان الصبح هتتهد عليه، يا اما كده يا اما ينفع يدفع الافات طبعا هو ما يقدرش يدفعها، يعني يقعد في الشارع يا يستلف ويجوع ويتبهدل عشان خاطر اربع حيطان يقعد فيهم. طبعا هي الدوره اللي فاتت لما المجلس وافق عن على قانون التصالح كان في طبعا نواب بتمثلنا، النواب ديت وافقت ازاي؟ لو هم كانوا مش هقول محامين، لو كانوا يعرفوا قوانين او قوانين تشريعيه او جهه تنفيذيه مراقبه تنفيذيه او اي حاجه، كان حد اعترض وما كناش حضرتك احنا المشكله جامده جدا عندنا في الدايره من قانون التصالح. المساله حضرتك في قانون التصالح دلوقتي ملهاش دعوه بالقانون قد ما هي ليها دعوه لا اتوافق عليهم في مجلس الشعب، قد ما ليها دعوه بالجانب الانساني. ما هما لا جانب انساني ولا جانب بيت. قانوني، يعني هما دلوقتي مش بدون ذكر اسامي، طبعا اهل الدايره عارفين كانوا مين اللي موجودين في المجلس الدوره اللي فاتت، انا مش هقول اسامي، بس هما وافقوا طبعا لاني مش هقدر اظلم حد، بس انا بقول يجهلوا قانون، يجهلوا رحمه بالغلبان. هي مش مساله، بص اقول لحضرتك، هي مش مساله زي ما قلت لحضرتك، هي مش متعلقه بالقانون قد ما هي متعلقه واضح ان الاستاذه طبعا متحامله جدا على قد ما هي متعلقه بالجانب الانساني. الدوره اللي فاتت عدت لانها اساءت كتير للغلبان، عدت بمساوئها وعدت بحلوها وبمرها وعدت طبعا بكل اللي حصل فيها. عايزين المره دي يا جماعه، ما انا بقول بقى المره دي نختار صح، اختيار صحيح لنائب قوي ما يكونش ليه مصالح شخصيه زي ما بقول، او يكون متواجد وسط الناس. الدوره اللي فاتت طبعا بحلوها بمرها عدت، ويعني نحمد ربنا لحد كده ان ده كله ده حصل، وكل دوت لحد كده المواطن يعني تعب 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 الفتره اللي فاتت، خارجين من ثوره لثوره لاوبئه لمشاكل لحاجات في البلد بتحصل، طبعا الحمد لله رب العالمين انها عدت. يعني احنا عايزين النهارده، وطبعا انا مع استاذ محمد مدين بضم صوتي للقناه كلها وبضم صوتي لكل الناس، لازم كل الناس تنزل تختار صح وتقول نعم للاختيار الصحيح للعضو اللي متواجد في وسطكم، الناس اللي هي حاسه بمشاكلكم، الناس اللي عارفين مساوئ الدايره ومحاسنها
وعايزين يخططوا او عندهم فكر وعندهم وعي وعندهم ادراك ان هم النهارده يعدوا ببلدنا في الخطوه اللي جايه. لو ما قدرناش نعمل ده هنقعد 4 سنين تاني في نفس المشاكل وهنقع في نفس المشكله. في حته المال السياسي او بيع الاصوات، حضرتك ترى من المخطئ؟ هل المواطن البسيط ولا النائب اللي بيدور على الكرسي اللي يقعد عليه؟ الفقر. الفقر اللي بيحسه المواطن هو ده المخطئ الوحيد من وجهه نظري انا، يعني دي لا اقدر اتحسب عليها وجهه نظري. الفقر النهارده اللي بيخلي المواطن البسيط يحتاج لل 50 جنيه اللي مش هتكفيه طاقه واحده بس. النهارده لو جاب فرخه ب 50 جنيه مش هتكفي. ما بيقولوا كده كده اللي جاي مش هيخدم، مش هتكفي طاقه. لا هو بيقولوا اللي جاي كده كده مش هيخدم، فاحنا نطلع بال 50 جنيه. لا يعني انا اقول لسان حال جميع فعل المواطنين. انا اقول للمواطن اللي يديك 50 جنيه خدها، واللي يديك 100 جنيه خدها، وخش على الصندوق قول كلمتك للي انت شايفه وحكم ضميرك فيه. مش بقول والله حد معين بعينه، او بقول مثلا حزب، او بقول واحد شخص او الكلام ده كله. لا، حكم ضميرك، لان انت النهارده هتواجه مساوئ لمده 4 سنين. 4 سنين ممكن النهارده هيحصل فيها زياده في الاسعار، طبعا المجلس اللي هيوافق عليها. مشكله زي قانون التصالح ده ممكن يصدر قانون تاني في عوار تاني. النهارده لو اتكلمنا في قانون التصالح والعوار بتاعه والكلام ده كله، كان في اساتذه افاضل طبعا قعدنا معاهم، اساتذتنا الكبار، وقالوا لا قانون التصالح المفروض ما يكونش فيه هدم. قانون التصالح احنا ممكن نقول، وكانوا اتكلموا فيه، قالوا احنا ممكن نقول في القانون دوت ان احنا ممكن بدل ما نهد عماره ناخد مثلا تلتها تبقى منفعه عامه للدوله تستخدم في اي شيء، تتباع للشباب باسعار مخفضه، يبقى الدوله النهارده استفادت وفادت وما هدتش. وما فيش قانون طبعا يقول ان المواطن البسيط يتشرد ويتهدي بيته ويقع عليه. كتير قوي بيقول لك طب انا انتخبت وما محدش عمل لي حاجه، او هم في فتره الانتخابات. ما هو ده محمد بيه اللي انا بتكلم عليه. بقول دلوقتي وانا بنادي بالموضوع دوت، بقول يا جماعه الراجل اللي في وسطكم اللي انتوا حاسين هو منكم، اللي هو ماشي وانت قاعد معاك على القهوه، قاعد معاك على الدكه، بتنده عليه بيجي لك، بيروح لك، بتتصل بيه بتلاقيه بيفتح عليك، ما بتعرف ما بيردش عليك تليفون، تقدر تروح لبيته. بيته متواجد ومعروف، عنوانه متواجد ومعروف لديك. هو ده اللي النهارده تديله صوتك. ما بقولش وما بفضلش حد على حد، لكن بقول النهارده العضو البرلماني او الراجل صاحب السلطه اللي هو النهارده يقدر يجيب لك حقك من الحكومه، انا بتكلم بلغه الشارع اهو، مش بقول عضو برلماني ومش بقول مواطن عادي، انا بتكلم بقول الراجل اللي يجيب لك حقك من الحكومه النهارده ويقدر يجيب لك موافقه على اي حاجه انت عايز تجيبها. يعني انا النهارده بقى ماشي في الشارع بيقابلني واحد يقول لي انا مش قادر ادفع مصاريف السنويه الصناعه بتاعت ابني 2200 جنيه عايز اعفاء منهم، عايز اي شكل، وانا لحد النهارده ما قدمش. بيقابلني ناس النهارده يقول لك احنا اتمنع، كنا بناخد معاش واتمنع مننا المعاش، اصل احنا قاعدين في اوضه يعني واحده قاعده في اوضه وحاطه فيها لا مؤاخذه كده ايه عامله قطع بسيط كده من الاوضه عامله زي حمام كده، فدخلت بتاعت الشؤون الاجتماعيه لقيت عندها قاعده فرنجي، ولقيت عندها شاشه صغيره كده عاملاها تلفزيون بتفرج عليها، قالت لها انت فوق مستوى الفقر. الست دي قاعده بتبيع خضار في الشارع. اي مستوى فقر هي بتقول عليه النهارده؟ فانت النهارده انا كل المشاكل دي بتواجهني انا محمد عاطف، لان انا متواجد في الشارع مرمي ومطحون مع الناس، عارف مشاكلهم، بيقابلني كل يوم وكل يوم وكل ساعه، الصبح وبالليل والعصر والمغرب، مجرد ما بنزل الشارع بس كده بشوف يعني حاجات. يعني انا عايز اقول والله يعني عين الحكومه بتبص لهم بعين الرأفه والرحمه. ده مواطن مصر، انا بس عايز اقول ده بسيط، ده مواطن مصر لازم ابسط حقوقه يا جماعه، ياكل ويشرب ويتعالج، ياكل ويشرب، مش عايز حاجه تاني. المواطن المصري مش عايز حاجه تاني، ملوش مقارب تانيه والله. الاعضاء البرلمانيين السابقين او العضو البرلماني اللي جاي، لو قلنا النهارده هو بص للمواطن دوت بالشكل دوت انه ياكل ويشرب ويتعالج، هو مش عايز حاجه تاني. هو اللي بيتكلم بيقول لك انا مش عايز حاجه، انا بس عايز لما اتعب الاقي علاج، ولما اجوع اعرف اكل. يعني انا مش هو مش طالب لا 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 طالب سيمون في ايه في الحلو، ولا طالب كافيار، ولا طالب كده، طالب بسيط طلباته بسيطه. يعني لو قدرنا النهارده نوفر له دوت هيبقى عملنا حاجه كويسه جدا. استاذ محمد، حضرتك طبعا عارف لما بيتفتح باب الترشح
يبتدي يقدم اوراقه يستحق ومن لا يستحق. هو حاجه القامه بتلاقي ما بين انسان قامه وله قيمه ماشي، وانسان بسيط لا يذكر ماشي، فيمكن كمان ما معهوش مؤهل. فحضرتك شايف ده سببه ايه؟ لا هو ما اقدرش اقول ده ليه سبب، لكن اقدر اقول لك ده حق دستوري كفله الدستور لكل مواطن يحمل الجنسيه المصريه. كل مواطن يحمل الجنسيه المصريه له حق الترشح في مجلس النواب طالما يعرف نفسه ان هو يسطح لهذا المنصب. احنا النهارده بنقول لكل الناس اختاروا صح، بصوا على الناس كويس بعين انك انت النهارده بكره وبعده وبعده. طب لو احنا رفعنا لو احنا مثلا خلينا الحصان، لو جبنا كده قانون والزمنا ان من يترشح ماشي يكون له مواصفات معينه، يكون قامه وقيمه، ولغينا الحصانه وخليناها داخل البرلمان فقط، هل ترى ده حلم؟ ايه ده اول طلب ان شاء الله ربنا كرمني ودخلت المجلس، هطالب برفع الحصانه عن العضو البرلماني خارج البرلمان. طب انا اسال سؤال عن الموضوع الحصانه ده عشان انا برضو عايز افهم، هل لو العضو شال منه الحصانه، هل ممكن لو في فساد في اي جهه ممكن يتصدى ليه بدون حصانه؟ طبعا طبعا، ده بسيط جدا طبعا. كون انك انت تعرفي حقك فين رايح فين وجاي منين، ده في حد ذاته حصانه. انت النهارده ليكي حق انك تخشي اي جهاز في الدوله تتكلمي فيه وتقولي الطلب بحقك. انت النهارده ليه بتجيبي؟ لا انا لو ماليش حيثيه مش هخش، مش هيدخلوني اقول لهم هاتوا الدفاتر نشوف الفساد ايه. ده في حاجات اعلى بقى من كده، وده في حاجات اكبر من كده، ممكن في رئاسه مجلس الوزراء وفي الحاجات دي كلها. وختاما بشكر حضراتكم اعزائي المشاهدين، وبشكر ضيوفي الكرام اللي شرفوني ونوروني واسعدوني. وكلمه اخيره هقولها، لازم تحكم نفسك وتعرف ان صوتك امانه، وانزل وشارك وما تقطعش. لا ما تقطعش، ولكن قول كلمتك بكل صراحه وكل بساطه، لانك ستسال عنها امام الله يوم القيامه. وفي لقاء اخر سنلتقي خطوه معكم، خطوه بخطوه، خطوه على الطريق الصحيح، خطوه في الاتجاه الصحيح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.